بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قناة همسات أم جويرية ترحب بجميع متتبعيها وتتمنى لهم سنة دراسية موفقة ومكللة بالنجاح والتقدم والتميز. وكما جرت العادة، فسنستمر في تقديم ملخصات ودروس مادة التربية الإسلامية لجميع المستويات، بدءا بالمستويات الإشهادية وهكذا دواليه، وكل ما من شأنه أن يخدم المتعلم في مساره الدراسي. فكونوا في الموعد، ولا تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الاشتراك على قناتنا وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد. وإلى ذلك الحين، دمتم في رعاية الله وحفظه. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال.